احنا عايزين ناس مثلا اللي هو ايه النظام اعرف اكل بيه الفتره العيد الكام يوم بتوع العيد من ليله العيد بالليل هاكل ازاي هاكل قد ايه علشان برضو مش عايزه الدنيا تتلخبط يعني لو الناس اللي بتحب قوي تحافظ على لا حتى برضو يوم العيد انا هبقى ماشيه تمام ايه اصحى الصبح اكل ايه بالليل هتعشى ايه الظهر هتغدى ايه وما بين ده وده ايه المسموح اللي انا ممكن اكله مش الناس ما تزعلش مننا يعني ايوه انا بوجه كلامي للناس اللي بتركز مع نفسها يعني ايه ما تقولناش حتتين لحمه يا دكتور مش مسموح لا 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 كبري شويه احنا اولا معانا ان احنا ناكل بروتين براحتنا خالص نزود فيه على زي ما احنا عايزين يعني ممكن ناكل نص فرخه ناكل لحمه براحتنا ما عندناش اي مشكله فيه بس نخلي مثلا حته النشويات تبقى ربع الطبق هقسم طبقي لاجزاء النص منه بروتين ربع منه النشويات والباقي هيبقى الخضار هو ده مش وقت خضار يا دكتور ما بيبقاش فيه خضار مادة بلاش بس لازم هو هي يعني انا بتكلم مع الناس اللي صواني ونواشف وحاجات زي كده في ناس فعلا بتبقى عايزه تركز مع نفسها وتظبط الدنيا فالناس دي هتلاقيها هي اللي بتاخد السلطه اهم حاجه انا ماده الشبع الاساسيه العنصر اللي بيخليني اولا شبعان وكمان مرتاح نفسيا ومبسوط البروتين البروتين هو بيدي احساس الشبع والسعاده الاثنين فانا لما هاكل الفراخ او اللحمه او الحاجه الكبده او كل الكلام ده كله فانا هبقى مبسوط فالناس اللي عايزه تحافظ على وزنها وتاخد بالها هي بالليل اولا صايمين بقالنا كتير وفي القداس وبعد كده راجعين هتاكل البروتين بتاعها هتاكل بعد كده هتبدا صح تبدا الاول بالبروتين بعد كده تبدا بالنشويات بعد كده تاكل نشويات ما تبداش بالنشويات لانه بدانا بالنشويات هناكل منها كميه ومش هاكل البروتين اللي انا عايزه صحيح فانا اكل بروتين واخد النشويات وبعدين ممكن طبعا بالليل الناس تبقى عندها جايبين حاجه حلوه هياخد منها حته صغيره في طبق زي ما قلت مع مشروب خفيف لطيف كده بشربه معاها وخلاص تمام هصحى الصبح افطر صح ما فيش مشكلة خالص أنا أصلا مستني أفطر البيض أنا هعمل البيض بأي طريقة هعمله بالبسطرمة هعمله بالتركي هعمله بالشدر هعمله بأي بالسمنة. طريقة بالزبدة أنا بتكلم على الإضافات ما كده كده أنا أعمله بالزبدة أو بأي مصدر طبيعي سواء زبدة أو مصدر دهون طبعا أي مصدر دهون طبيعي ده أحسن حاجة إحنا ما عندناش مشكلة من كده خالص وهاكله معاه نشويات يعني مثلا لو حد مش بياكل عيش ممكن ياكل في اليوم في يعني الصبح ده هاخد معاه المشروب بتاعي ممكن اخد بسكوتين او كحكايه او حاجه من الحاجات اللي موجوده هصوم بقى شويه او مش هاكل 4-5 ساعات وهبدا اشرب ميه هبدا اخرج هنزل الكلام ده كله بره بقى ممكن هاخد ايس كريم برده مش حاجه وحشه دي حاجه كويسه الناس مش بتفضله قوي عشان الشتاء بس ناكله عادي يعني الايس كريم من الاكلات اللي لو خدنا منها بوله واحده بتزود الحرق شويه لان هو ساقع فدخل على جسمي عاوز يتدفى فبيزود الحرق شويه عامه احنا يعني حلوه المعلومه دي يا دكتور بس مش على طول